عشق التسوق يتجاوز الضرورة في دولة الإمارات نحو الترفيه والبدخ، بل يصل حتى الهوس، حتى أن التباهي بين صفوف الشباب أصبح بمن يملك أحدث سلعة خرجت إلى الوجود وأغلاها سعراً. وليست النساء وحدهن المعنيات بالأمر حسب المعتقد السائد، بل ثقافة معظم شباب المنطقة ذكوراً وإناثاً مكبلة بإرث اجتماعي مرتبط بالبدخ، نمط حياة وإن كان يشبع نهم المستهلك الشاب، إلا أن تبعاته على المديين القريب والبعيد باتت مزعجة للدولة. واقع تأمل مبادرة صرف صح استدراك عواقبه ببرامج توعية للشباب يتلقونها على متن حافلة تجوب ربوع الإمارات. الهدف من هذه المبادرة هو تثقيف الشباب الإماراتي من سن 15 إلى 25، وذلك عن طريق أن نروح للجامعات ونروح للمدارس الثانوية بهدف أن تثقيفهم من كيف الواحد يصرف فلوسه، كيف يجمع فلوسه، كيف يعمل ميزانية، وكيف في النهاية يستثمر هذه الأموال. الثري ليس المعنية الوحيدة بهذا النمط الاستهلاكي الخاطئ، فبلغة الأرقام أكثر من 70% من الشباب الإماراتي من طبقات مختلفة يتخبطون في دوامة قروض متعثرة لا يعرفون لها مخرجاً. لكن ثقافة الادخار التي تعتزم المبادرة غرسها لدى الشباب تعني بالنسبة لمعظم شباب المنطقة بخلاً، وهي السمة التي ينعث بها كل من شذ عن السائد وأمن بإيجابيات الادخار. أنا شخص كانوا يوصفوني بالبخيل، لأن الفترة قعدت 3-4 سنوات أجمع وأجمع وأجمع وأدخل جمعيات وأنظم حياتي، والكل يوصفني بالبخيل. لكن خذيت سيارة وقيمة كبيرة، لكن خذيتها طبعاً كاش، ما خذيتها على البنك. ثقافة للاستهلاك والإنفاق السليمين تخطط صرف صح لإدراجها في المناهج الدراسية سيراً على نهج دول اعتمدتها وجنت إيجابياتها. وقد يكون صعباً تغيير النمط الاستهلاكي الخاطئ لدى أجيال نشأت نوعاً ما على حياة اليسر والرفاهية، لكن خطورة الأمر حسب مختصين تجاوزت في دولة الإمارات كما في دول عربية عدة كل هذه المفاهيم والاعتبارات التقليدية.